حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. المخدرات، التحذيرات وترياق الإجراءات في المواجهة الناعمة. مشاريع السكن المتلكئة في البلاد، ملف خارج السيطرة ودعوات لمعالجة التوقف في تسليم الوحدات. إذن مشاهدينا، ما تزال المخدرات تشكل تهديدا حقيقيا. إرهاب صامت يسري في أوساط المجتمع، واقتصاد أسود يهلك الحرث والضرع معا. ورغم جهود ومحاوطة هذا الخطر حكوميا ونيابيا ودوليا، غير أنها ما تزال محدودة قياسا بحجم انتشار هذا السم الأبيض. فضحاياها ما تزال أرقامها مرتفعة نظرا للحدود غير المتماسكة التي تحتاج لعمليات ضبط أعلى مما هي عليه الآن، تفاديا لخطر هذه الحبوب البيضاء المنتشرة كالنار في الهشيم. فبعد النصر على الإرهاب في الميدان، لا بد من إيلاء هذه الحرب الناعمة المزيد من إجراءات المواجهة. أما في ملف حصادنا الثاني مشاهدينا، فما تزال مشاريع السكن في العراق خارج السيطرة، تارة تأخذ شكل المباني الشاهقة المتروكة منذ سنوات، وتارة في التأخر بتسليم الوحدات السكنية التي أكملت، لكن ما تزال ممنوعة من الاستخدام لمالكيها الذين أكملوا المتطلبات. وهذا ما يؤكده العديد من مستحقيها الذين يتظاهرون باستمرار، فضلا عن ملف الأسعار التي تتحكم بها جهات الاستثمار دون أي سيطرة من الجهات المعنية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النائب عدنان الجحيشي. أهلا بكم دكتور عدنان، ضيفا كريما. وكذلك الترحيب بمدير العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات سيادة العقيد بلال صبحي. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا وسهلا. أبدأ معكم سيادة النائب، وأنت رئيس لجنة مكافحة المخدرات، يمكن هاي أول مرة تصير لجنة نيابية مختصة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة جدا، ولديكم نشاطات كبيرة بهذا الموضوع، لقاءات بالرئاسات ومختصين، جولات خارجية دولية، لكن شلون تقيم من موقع العراق حاليا؟ وين وصل؟ انتقل من موقع
العبور للمخدرات إلى موقع الاستهلاك لهذه المادة؟ تحية جنابك أستاذ الشاهد أضيفك الكريم وإلى مشاهدينك الكرام. حياك الله. الحقيقة ترى جنابك هذه الآفة الخطيرة احنا سميناها الإرهاب الصامت، أزيد أوصلكم هذا المصطلح، اللي دخل إلى بيوتنا حقيقة بدون استئذان، وصل إلى أبنائنا وبناتنا في طلاب المتوسطة والإعدادية والجامعات. سابقا ترى جنابك شارع العراق ممر للمخدرات. اليوم مع كل الأسف أصبح العراق من الدول المستهلكة الكبرى إلى المخدرات، وهذا مؤشر خطير جدا. وأيضا تم مسك مصنع في إحدى محافظات العراق، وهذا أيضا مؤشر. بالتالي أنه أكيد أول مرة يمكن يتم ضبط مصنع بالحبوب. نعم. على الحدود السعودية العراقية السعودية يمكن محافظة المثنى أول مرة تصير. نعم. وأيضا تم مسك زراعة في كذا بيت، وبالتالي مع كل أسف سيصبح العراق زارع ومصنع ومنتج ومستهلك ومصدر ومستورد المخدرات. مع كل أسف حقيقة نحن نقولها، تعرف احنا بلد يعني أعراف وبلد أديان ولدينا عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، أنه العراق يصل إلى هذا يعني المستوى المتدني من قضية التعاطي للمخدرات. تعرف جنابك هذا يشل الحركة العصبية والعقلية بشكل عام، بالتالي سيظهر لديك جيل كامل متخلف، ما هو متخلف عقليا سيكون متخلف اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وكل النواحي، وهذا أنا أعتبره مؤامرة كبيرة على هذا البلد. جربوا معانا كل الأساليب من ناحية الطائفية، من ناحية القاعدة، بعد جابوا لنا الدواعش وهكذا، لعبوا على هذه الأوتار كلها، لكن الحمد لله شكل العراق بالتكاتف يعني أبنائه وجهوده أن يعني طلع منتصر على هؤلاء الناس الذين أرادوا البطش بهذا البلد وبشعبنا، دخلوا لنا حقيقة المخدرات. لا توجد لجنة في مجلس النواب العراقي حقيقة مختصة في مكافحة المخدرات. هسه صارت عندكم؟ عملت ثلاث أكثر من ستة أشهر على تشكيل هذه اللجنة، والحمد لله شكرا تم التصويت عليها. سميت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي برئاسي وعضوية 14 عضو، قسم منهم رؤساء لجان يعني في البرلمان، مثل رئيس لجنة الصحة في البرلمان عضو، رئيس لجنة حقوق الإنسان عضو، والبقية أيضا نواب رؤساء لجان وأعضاء باللجان الأخرى في البرلمان العراقي. واجبنا هو تعديل قانون 50 سنة 2017. القانون به مشاكل هواية، أكو مؤشرات أنه القوانين أو العقوبات غير كافية لردع هذه الظاهرة والآفة. أرجع لك تفاصيل هذا القانون. سيادة النائب، رحب بك مرة أخرى. سيادة العقيد بلال، جهودكم طبعا مشكورين عليها كقوات أمنية مختصة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة، لا تلقون القبض على الكثير من المتاجرين والمتعاطين، قدمتوا شهداء أيضا بهذه التضحيات أيضا. سيادة العقيد، ضبطتوا مصنع أول مرة يتم إنشاء مصنع، ضبطتوا مثلا محاولات زراعة في بعض المناطق أو حتى على سطح منزل في أحد المحافظات في بغداد يمكن، لكن ليش الظاهرة ما زالت تنتشر سيادة العقيد، أعداد المتعاطين والمتاجرين بازدياد مستمر؟ نعم طبعا، بداية مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيفك الكريم، مساء الخير على جميع المشاهدين. طبعا ملف المخدرات هو ملف مهم وخطير، كون المخدرات هي الإرهاب الحقيقي الذي يواجه المجتمع العراقي والذي يواجه فئة الشباب. هناك اهتمام حقيقي حاليا من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الحكومة ومن قبل سيد وزير الداخلية في ملف مكافحة المخدرات وكذلك السيطرة عليها والوقاية منها. احنا كمديرية عامة لمكافحة المخدرات نعمل استنادا لما جاء بقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، بالتعاون طبعا مع كافة الأجهزة الأمنية تم إلقاء القبض على الآلاف من هذه العصابات الإجرامية، تم تفكيك العديد من الشبكات الدولية والمحلية في تهريب هذه المواد. كانت توجيهات السيد وزير الداخلية باستهداف كبار تجار المخدرات وكذلك تفكيك الشبكات الكبيرة والمهربة لهذه المواد المخدرة، فهناك استهداف واضح للمجتمع، استهداف واضح
لفئه الشباب، كون الاعمار المستهدفه هم الاعمار من عمر 18 الى عمر 30 او 35 سنه. تستغل هذه العصابات عدم معرفه شبابنا عن المخدرات وانواعها، كون اكو بعض انواع المخدرات يعني، واحنا المرغوب عندنا لدى اوساط الشباب هي المواد المنشطه للجهاز العصبي المركزي، واكثر هذه المواد هي ماده كريستال. يعني ماده كريستال الخطوره بها انه الادمان عليها سريع، مره او مرتين مجرد حب التجربه، حب الاستطلاع والفضول، يتحول هذا الشاب من متعاطي الى مدمن لهذه المواد. يستغلون ايضا قله يعني فرص العمل لدى كثير من الشباب، قله التوعيه، يعني هاي تستغلها هاي العصابات الاجراميه. طيب أنشأتم يعني المختصين الداخلية ومكافحة المخدرات والصحة وغيرها من الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، أنشأتم مصحات خاصة بالمتعاطين لعددهم يزداد، هذا يعني أكو مؤشر أو تتوقعون أنه راح يزداد عدد المتعاطين بالعراق؟ نعم طبعا، نظرة القانون، نظرة وزارة الصحة أن المتعاطي هو مريض وليس مجرم. يعني القانون أعطى فرصة للذين تورطوا أو استدرجوا في تعاطي هذه المواد المخدرة من خلال المادة 40 من قانون المخدرات، اللي تنص على أنه لا تقام أي دعوة جزائية على من يتقدم المتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة بعلاج المتعاطين. يعني أي شخص تورط أو استدرج بالتعاطي يقدر يروح يتعالج، وبهاي اللحظة لا تقام أي دعوة جزائية عليه. أما فيما يخص المحكومين وفق أحكام المادة 32 اللي هي على التعاطي هذه المواد المخدرة، فكانت توجيهات السيد وزير الداخلية بإنشاء مستشفيات أو مراكز لإيواء واستيعاب المتعاطين بالتعاون مع وزارة الدفاع. تم تخصيص معسكرات لجعلها كمستشفيات قصرية أو كمراكز لغرض فصل التاجر عن المتعاطي. تعرف سابقا كانت لقلة المواقف لدى المديرية العامة كان يتم هناك اختلاط التاجر مع المروج مع المتعاطي مع أيضا بقية المتهمين في القضايا الأخرى، ولكن حاليا تم إنشاء هذه المستشفيات وبالتعاون مع وزارة الصحة سوف يتم علاج المحكومين، علاج صحي ونفسي وبدني. طيب. من أجل حماية شبابنا، وحاليا تم افتتاح 5 مستشفيات قصرية في 5 محافظات عراقية، وسيتم افتتاح بقية المستشفيات لاحقا. طيب سيادة العقيد، يمكن المتعاطين هم ضحايا تعتبروهم، لكن بالنسبة للمتاجرين بالمواد المخدرة أعدادهم كبيرة، دا تلقون القبض عليهم بأعداد كبيرة أيضا، لكن دا يزداد عددهم. يمكن دا لاحظ السيطرات المشتركة عند التفتيش، دا يركزون يبحثون خصوصا عن المواد المخدرة إذا عجل بها شباب وغيرها، يتمكنون أحيانا من إلقاء القبض على متاجرين أو متعاطين. العقوبات اللي راح تفرض على المتاجرين خصوصا، تجدوها كجهة تنفيذية أن هذه العقوبات كافية لردع هؤلاء المتاجرين؟ نعم، فيما يخص المواد العقابية، يعني المادة 27 من قانون المخدرات يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ولكن ضمن حالات اللي هي التجارة الدولية وكذلك الزراعة أو الصناعة، يعني توصل للإعدام أو السجن المؤبد. وفيما يخص التجار المحليين وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات التي تشمل المروج والناقل والتاجر المحلي لهذه المواد، عقوبة التاجر تصير بين 7 إلى 15 سنة، أغلبهم يحكمون. نعم، يوصل للسجن المؤبد أو المؤقت، يعني فيما يخص التجار المحليين أو الناقل أو التاجر. فيما يخص المتعاطين، يعني ضمن أحكام المادة 32 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية. أرجع لك سيادة النائب، أنتم كمشرعين خصوصا لجنتكم مختصة بمكافحة المخدرات، شلون تقيمون يعني مدى ردع هذه المواد القانونية لهذه الظاهرة والمتاجرين بهذه المواد؟ أكو صدرت أحكام إعدام يمكن أو مؤبد بالفترة الأخيرة، ما كانت تصدر أحكام الإعدام بالبداية على المتاجرين، بالفترة الأخيرة أكو أحكام إعدام صدرت، تعتقدون أنه بحاجة قانون مكافحة المخدرات بحاجة؟ وين وصلتوا به كلجنة؟ نعم، وحقيقة أتانا القانون من رئاسة الجمهورية، وأيضا أكو مسودة قانون ستأتينا قريبا من رئاسة الوزراء، القراءة الأولى، وهناك لجنة مشتركة ما بين يعني لجنتنا واللجنة القانونية وأيضا لجنة الصحة في آلية تعديل القانون. القانون حقيقة هو شرع من اللجنة
الصحة البرلمانية في سنة 2017 في حقيقة هفوات كثيرة جدا. نعم تشكر هذه اللجنة عندما شكلت هذا القانون. الهفة الأولى هو عنوان القانون، العنوان هو مكتوب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. نعم. يجب أن يكون قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. قضية أخرى أيضا نحتاج بالقانون اليوم قضية الفحص. بالفحص اليوم أي وزير أو أي مسؤول تنفيذي يحتاج إلى غطاء قانوني، فيقول لك أنا ما عندي بالقانون أنا حتى أفحص. راح ندخل أيضا مادة الفحص لكل تقريبا كل فئات الشعب، يعني الذي يتقدم للتعيين، الذي يتقدم لطلب إجازة السوق، اللي إجازة السلاح، إلى الزواج، إلى اللي يعني يترفع من درجة إلى درجة. كل هؤلاء الناس راح يخضعون لي أيضا الفحص، من ضمن أيضا سواق النقل الخاص وسواق النقل العام. نعم نحتاج إلى فحص. جنابك ذولا أرواح كثير من الناس بيدهم، خاصة السفر إلى مناطق الشباب، يعني يومية النقل الخاص يعني يعمل النقل العام. نعم. وقبل فترة بزيارة الأربعينية سيد وزير الداخلية مشكور سوى فحص مباغت إلى سواق النقل، مسك ناس متعاطين. نعم أيضا حقيقة خلال جولاتنا يعني تدري الدول مستقرة أمنيا، يعني مستقرة بقوانينها. أكو فقرة اسمها صندوق معالجة أو صندوق مكافحة ومعالجة المخدرات. هذا الصندوق يأتي من الأموال المصادرة للتجار، الأموال المنقولة والغير منقولة، هذا يذهب إلى مكافحة المخدرات. نعم. لشراء الأجهزة، الكيناين، بناء المصحات، مراكز تأهيلية وهكذا. أيضا هذا يعني يضاف بالتعديل القانون، تجديد عقوبات. أيضا طبعا ستشدد العقوبات على التاجر والمصنع والمروج والمنتج. أيضا هناك قضايا مثلا التجار الدوليين، يعني كيف يعالجون. هي جريمة عابرة للحدود. نعم. هذا يضيف تحدي يمكن أكبر على هذه القضية وجهود مكافحتها. طبعا الحقيقة هي المكافحة، شوف أستاذ المكافحة ليست احنا نضع يعني العبء على وزارة الداخلية يعني فقط. يعني شتي تسوي وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية تجاه هذه يعني الملايين اللي عندك 40 مليون نسمة؟ يعني هي جهود مشتركة الداخلية بكل أجهزتها، احنا مكافحة مخدرات، بالضبط. استخبارات، أمن وطني، مخابرات، الصحة، تبدأ من البيت سابشا، من البيت من البيت وصعودا إلى رأس هرم الدولة. ومن البيت أنا خصيت دائما قلت الأم، لأن الأم هي صديقة أبنائها دائما، فعليها أن تلاحظ أبنائها وضعهم النفسي، يعني الأشكال اللي تعابير وجوههم، يعني يكون يعني معزولين في داخل الأسرة، وبالتالي تبلغ زوجها. أيضا من خلال يعني منبركم هذا كثير من العوائل العراقية يقول لك أنا بني وين أودي، وأنا إذا أودي احتمال يعني إذا مركز الشرطة احتمال بها قاضي، احتمال بها التوقيف، بالتالي أنا راح أنفضح، راح أنكشف، تدري لدينا الحياة والخجل والعيب. فيعني وجه النداء وجنابكم يا ريت أنه من خلالكم أنه في مركز تأهيلي موجود على القناة، ومركز القناة يستقبل كل المتعاطين بدون أي عقوبات وبدون أي مساءلة قانونية. وأيضا اسمه طبعا ما يظهر. هذا جانب. قضية المكافحة أستاذي ليست فقط أنه أنا راح أتابع التاجر أو المتعاطي وأجيبه وذبه جوه. أنت اليوم ذبيت آلاف مكان عندك، ما عندك مكان. قضية حقيقة يحتاجها دراسة مستفيضة وكبيرة. فعلينا أن نعمل عمل موحد بشكل عام ونشيل حملة كبيرة. هاي نقطة مهمة. هسه تذكرت واجب منه واللي يعني يجب أن يشترك بمكافحة هذه الآفة. إعلام بدنا نقوم أو نحاول نقوم بدورنا بالتوعية والتثقيف وغيرها. ذكرت البيت، أيضا المدرسة، الجامع، أيضا كل حكومة، كل مجتمع مدني. نعم. فعلا اكو تنسيق هسه بكل بين كل هاي الجهات لمكافحه المخدرات؟ اي حقيقه عملنا جاهدين طيله هذه الفتره من شكلت اللجنه. استضافينا تقريبا وزرنا تقريبا كل المسؤولين التنفيذيين من ضمنهم الهيئه الوطنيه العليا لمكافحه المخدرات برئاسه السيد وزير الصحه وعضويه كل الوزارات المعنيه. استضافيت طبعا صار لقاء مع المرجعيه، وترى جابك مثل تلتقي المرجعيه مع اي مسؤول او نائب، لكنه مع اللجنه التقت الامانه مشكوره ولديها ايضا توجيهات في هذا الخصوص.
التقينا مع سيد رئيس الجمهورية، سيد وزير الداخلية وكل الوزراء المعنيين من أحشية على خارج العراق الداخل. أيضا استضافيت المحافظين، كل محافظي العراق طبعا استضافيتهم وتكلمت معهم شوية كلام يعني كان قاسي. قلت له اليوم المحافظ ليست هو يعني فقط يعني عمله أنه هو المناقصات أو المقاولات أو الأعمال يعني البنى التحتية أو الخارجية وكذا، يجب هو اسمه محافظ، هو مسؤول حتى على الطفل في أحشاء أمه. زين، ماذا عملت أيها المحافظون أو المحافظين طيلة هذه السنوات تجاه هذه الآفة الخطيرة؟ هل يعني سويتوا مؤتمرات إلى مشايخ العشائر والوجهاء المثقفين؟ جمعتوا رؤساء الجامعات ضمن البقعة الجغرافية مالتكم وعمداء الكليات والأساتذة والطلبة وسويتوا مؤتمرات؟ ما هي الأعمال اللي أنتم قمتوا بها؟ هل يوجد عمل مشترك بينك وبين المحافظ يعني المجاور إليك؟ تدري يعني غالبية يعني محافظاتنا هي حدودية تقريبا، مو وأيضا يعني مشتركة بعمل تجارة المخدرات. لا. للأمانة يعني صارت فيها حركة وصارت فيها توصيات قوية، راح نعمل أيضا. وطبعا هذا بالمناسبة هذا ليست واجبنا احنا يعني الشرع والراقب فقط، لكن نزلنا لهالمستوى هذا شفنا باعتباره واجب، واجب الجميع عافية. واجب مشترك وواجب وطني. طيب ايضا استضافيت هيئة المنافذ الحدودية يعني وسمعنا من عندها كل المشاكل والمعوقات وكتمنا بها توصيات عبر الحدود تجي هاي المواد مهربة. اليوم صباحا كنت مستضيف في اللجنة العليا لمكافحة التطرف، ايضا هم متالفه من كل يعني كلهم امس مدراء عامين كل الجهات المعنيه واساتذه الجامعات. لا. يمكن اتصور بحدود يعني 22 الى 25 شخصيه. استضافناهم اليوم باللجنه صباحا. الدواوين ديوان تدري جامعه الوقف السني والشيعي اليوم لدينا الجامعه الجوامع والحسينيات والمساجد، هاي كلها تعتبر منابر اعلاميه انه كيف اوصل خطوره هذه الافه من الناحيه الشرعيه لكل المصلين الموجودين. ايضا عندنا استضافه قريبه جدا الى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومدراء الاقسام الداخليه في كل جامعات العراق. طبعا كل بالمناسبه من تسالني تقول لي ما هي الجدوى من الاجتماعات، كلها دني نكتب كل يعني الامور اللي يعطونا اياها ومعالجتها. معالجتها نوعين، اكو معالجه عندنا بس اكمل لك هاي الفقره. نعم. معالجه عندنا يعني كتشريع يحتاجون من عندنا. نعم. حتى نسمع من الجهه المختصه، والمعالجة الأخرى يكتب توصيات تحتاج جهة تنفيذية برئاسة سيد رئيس الوزراء والرجل يعني للأمانة. أيضا احنا ما نقول بشكور، هذا واجبه، هو يعتبر راعي لهذا البلد. لا. يمكن شفت جنابك راح يعني توج ذاك اليوم تخرج ضباط بالبصرة وفي كم أحد الضباط العالية. لا. تكلم عن المخدرات وخطورة المخدرات وآلية ضبط الحدود. أكو إدراك حكومي ونيابي ومجتمعي لخطورة هذه الآفة. أرجع إلى وزارة الداخلية سيادة العقيد، ذكر سيادة النائب دكتور عدنان قضية الفحص، أجريتم في خصوصا في وزارة الداخلية فحص للمتقدمين الجدد للعمل في وزارة الداخلية، كذلك أجريتم فحوصات لكل منتسبين الداخلية. أعتقد هذا سيكون سياق عمل ثابت سيادة العقيد. عدة إجراءات اتخذتها الحكومة وزارة الداخلية من أجل رفع مستوى وأداء المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأن هذه الإجراءات هي إجراء الفحص العشوائي لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية حتى تم تشكيل لجان مختصة بأمر السيد الوزير، وإجراء الفحص العشوائي لضباط ومنتسبي وموظفين المدنيين لوزارة الداخلية، وكذلك سوف يتم فحص المتقدمين حديثا على وزارة الداخلية عن تعاطي هذه المواد المخدرة. وهناك مقترح لإجراء الفحوصات على عند الحصول على إجازات السوق، وهناك عدة إجراءات تتخذ من أجل الحد من انتشار هذه المواد المخدرة. طيب أجهزة الفحص المطلوبة يمكن موجودة عندكم أو في العراق سيادة العقيد؟ لو نحتاج أجهزة أحدث تعطي اطمئنان أكثر ربما. نعم طبعا، احنا كمديريه عامه لمكافحه المخدرات لدينا كتات لغرض الفحص الاولي وابتدائي عن تعاطي هذه المواد المخدره، ولكن كاجهزه حديثه للكشف عن المواد المخدره ما متوفره حقيقه. عندنا مفارزنا من الكيناين موجوده في المنافذ الرسميه، ولكن اغلبيه هذه المواد تدخل عن طريق الطرق غير الرسميه، عن طريق الشريط الحدودي، عن طريق الاهوار، عن طريق الصحراء من الجهه الغربيه، فاكيد نحتاج لاجهزه حديثة ومتطورة للكشف عن المواد المخدرة. طيب
بالنسبة للفحص اللي أجريته لمنتسبين مثلا الموظفين وغيرهم أو للمتقدمين الجدد، كان أكو بي مشكلة قانونية يمكن باعتبارها مستند إلى نص قانوني بإجراء فحص لموظف أو منتسب في دائرة معينة سيادة العقيد؟ لا طبعا، كانت توجيهات السيد الوزير بإجراء هذا الفحص العشوائي، وتم اعطاهم فرصة للذين تورطوا في تعاطي هذه المواد عن طريق منحهم إجازة لمدة 15 يوم حتى يتوجه للمستشفيات لغرض علاجهم من مرض الإدمان، ولكن الذي يتم الكشف عليه عن طريق هذه اللجان يتم محاسبته وحالته إلى المحاكم المختصة. طيب، أنتم مختصين سيادة العقيد بمكافحة هذه الظاهرة المؤلمة جدا، شنو تقترحوا سيادة النائب دكتور عدنان، هو رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ده يسمعك بشكل مباشر، شنو تقترحوا على البرلمان حتى يشرع قانون، يعدل قانون، مواد قانونية، شنو تحتاجوا كأجهزة تنفيذية من أجل مكافحة هذه الظاهرة؟ نعم طبعا، جريمة المخدرات هي جريمة عابرة الوطنية، عابرة الحدود، هي أخطر من الإرهاب. نحتاج أن نرفع مستوى المديرية إلى مستوى جهاز أو مستوى وكالة أو مستوى هيئة، كون خطر المخدرات يهدد المجتمع العراقي. نحتاج إلى أجهزة متطورة، أجهزة حديثة من أجل مكافحة هذه الآفة. طيب، سمعت سيادة النائب، أنتم مختصين بهذا الموضوع كمشرعين ومراقبين أيضا، أكو احتياجات، أكو مقومات يجب أن تتوفر، شنو اللي أنتم واضعيه حاليا بالبرلمان في لجنتكم وأنت رئيس اللجنة، شنو اللي واضعيه من برنامج عمل نيابي لدعم مكافحة المخدرات في العراق؟ نعم، احنا تدري جنابك استضافينا كل الأخوة المعنيين، أيضا طبعا سوينا لهم كتب بالمناسبة رسمية حتى يصير القضية تحريرية، انه ماذا تحتاجون من عندنا كلجنه تشريعيه. نعم. ان نشرع لكم كل من ضمن اختصاصه، يعني تدي كل جناب كل جهه تحتاج الى تشريع قانون. نعم. وليست فقط هي مديريه المخدرات يعني المختصه بهاي القضيه. نعم. بعدها استضافيناهم، الان احنا دنعد بهذه الحقيقه الفقرات. البارحه كان اجتماع باللجنه القانونيه، طبعا انا الناب الاول للجنه القانونيه واحد الاعضاء هو عضو عندي في لجنه مكافحه المخدرات. نعم. ايضا احبين الاخوه ايضا ان يطلعون، من حق كل الاخوه الساده النواب الموجودين تتجاوب في اي تشريع قانون ان يعطون رايهم، لكن بالتصويت ما من حقهم ان يصوتون، التصويت بعدين باللجنه وبعدين يصعد التصويت الى مثل الى المجلس الى قبه البرلمان. عاملين يعني جاهدا بحيث انه حقيقه احنا مو تاخرنا، لكنه اريد نشتغل تعديل القانون بمهنيه عاليه، ما تكون بي يعني اخطاء او شواذ ونحتاج الى تعديل مره ثانيه للقانون. ان شاء الله تعالى كل ما يحتاجونه. نعم. يعني الاخوه بالجهات التنفيذيه يعني سيضمر بالقانون. قبل يومين كان اكو استضافه يمكن المحافظين، شنو اللي جرى بهذا الاجتماع في البرلمان بخصوص مثلا عمل المحافظين؟ نعم. وتعاملهم مع اي تكلمت لك عن المحافظين حقيقه. نعم. الناس يعني تكلموا يعني بأمورهم، مثلا الأمور المهمة طبعا سيد رئيس الوزراء وجه كل المحافظين بتخصيص قطعة 10 دونم في كل محافظة، ووجه وزارة الداخلية ووزارة التخطيط بإعطاء المرتسمات والمخططات لهم. طبعا يعني كان عذرهم انه يقول كان يجهز قطعه الارض ما تي موجوده، لكن اولا المخططات بعد ما وصلتنا، لانه القرار يعني صار حديثا تدري بما يعدون المخططات مو قضيه يوم ويومين، وايضا يحتاجون الى اموال. هذا طبعا بها كتبنا بها توصيه لسيد رئيس الوزراء انه من حقك انه تنطيهم انت اموال من الموازنه الطارئه اللي عندك. نعم. باعتبار عمل طارئ. نعم. بين ما تصل الموازنه مالتنا مال 23 ويقصصوا لهم. ايضا طبعا لا يوجد، كان هناك تعشيق عمل ما بين المحافظات، قلت لك اني يعني حددنا جدول عمل بهذا الشهر منتصفه ونهايه الشهر الاخر، وان شاء الله راح نسوي 3 مؤتمرات رئيسيه في 3 مناطق اللي هي البصره لوسط وجنوب العراق والنجف في الفرات الاوسط وبالموصل المناطق الغربيه والشماليه. طيب، سنعشق العمل مال بين المحافظين
ومدراء مكافحة المخدرات في كل محافظة والأجهزة الأمنية. عندي لك سؤال يعني أخير لكن قبل عن الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، لكن دعني أعود إلى سيادة العقيد. دكتور عدنان يعني كان عنده تصريح قبل شوية هم ذكره أنه ضبط الأجهزة الأمنية محاولات لزراعة المواد المخدرة والنباتات المخدرة، هذا مستوى مباغت وصل يعني مرحلة تحدي جديد بالنسبة للأجهزة الأمنية سيادة العقيد؟ نعم طبعا هناك محاولات لغرض صناعة أو زراعة هذه المواد المخدرة. الزراعة تحديدا يمكن أكون هذا زراعة تحتاج إلى أجواء ظروف مثلا مناسبة. نعم طبعا. اكتشافها أيضا يمكن يكون صعب عليكم؟ لا يعني ضمن اعترافات الآلاف من التجار الذين تم إلقاء القبض عليهم، مثل ما شرنا أنه أغلبية هذه المواد وجميعها تدخل عن طريق دول الجوار عن طريق الطرق غير الرسمية، ولكن هناك محاولات ومحاولات فاشلة لزراعة أو لصناعة حبوب الكبتاجون داخل العراق، ولكن أعين القوات الأمنية وأعين المديرية العامة لمكافحة المخدرات تكون بالمرصاد، وهناك عمليات استباقية في محاربة والتصدي لهذه العصابات. الاستخبارات سيادة العقيد إلى أي درجة لها دور تفيدكم به حركهم على المخدرات؟ نعم طبعا احنا كمديرية عامة لمكافحة المخدرات عملنا استخباري، هناك لجنة بأمر ديواني تكون برأس السيد وزير الداخلية وعضوية جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات جهاز مكافحة الإرهاب هيئة المنافذ الحدودية وزارة الصحة، هذه لجنة تكون مختصة بتوحيد الجهد الاستخباري، فإحنا عملنا يعتمد على المعلومة الاستخباراتية والمعلومة اللي يقدمها المواطن عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المرقم 178، هذا خط مجاني يعمل في كافة محافظات العراق من أجل التبليغ والتخلص من هذه العصابات الإجرامية، يعني أي حالة يشك بها المواطن إذا كان بمقهى إذا كان بكوفي أو أي أماكن التقاء الشباب يعني يدل أن هناك ترغيب أو ترويج لهذه المواد المخدرة يتم الاتصال بالخط الساخن. إحنا اليوم نقول المخدرات إذا اليوم بجيرانك فباشر ببيتك يجب أن يتم التخلص من هذه العصابات الإجرامية. سؤال أخير لكم سيادة النائب، جريمة عابرة للحدود، العراق عقد قبل مدة المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات، هذا المؤتمر أضاف شيء لهذه الجهود، جهود إقليمية دولية لمساعدة العراق على الأقل؟ نعم، أعطيك نموذج عملي. أتتني السفيرة الأسترالية إلى اللجنة قالت إحنا مسكنا مخدرات، من بعد ما تابعنا التجار لقينا تجار عراقيين الاسترالي وصلت. نعم اذا 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 يوجد تجار دوليين عراقيين ايضا طبعا مع تعاون تجار دوليين من دول اخرى. الان حقيقه اكو عمل مشترك جيد جدا ما بين، لانه هاي قضيه دوليه ما بين يعني دول المجاوره، خاصه سيد وزير الداخليه جنابك طلع سافر الى ايران التقى مع وزير الداخليه الايراني، وايضا التقى مع وزير الداخليه الاردني، وايضا وزير مدير عام مكافحة المخدرات ذهب إلى مصر وأيضا مع الخليج، لأن تعرف جنابك أكو أحيانا تكون ممر يعني ليست فقط تجارة تأتي إليك يعني نعم في تجار يعني تجي عراقية تجي من دولة معينة وتمر بالعراق مثلا تذهب إلى الخليج يعني أو بالعكس، فهناك أكو تعاون في آلية تسليم المراقب وآلية متابعة الحدود المشتركة ما بين هذه الدول، لأنه الخطر تدي جنابك يداهم الكل ليست يداهم يعني بلد دون بلد. شفنا حقيقة الناس يعني جدا ممتنين يعني من عندنا وجدا ممتنين من التعاون، وأيضا حكومتنا حقيقة للأمانة جادة في آلية التعاون ما بين الدول يعني المجاورة والدول الأخرى في سبيل الحد من هذه الظاهرة. ما مدى احتمالية مواجهة العراق لخطر ظهور أسكوبار عراقي؟ الحقيقة يعني الآن يعني هاي 6 شهور راح تكون مصرفين يعني خلال متابعتنا للموضوع، يعني مثلا 6 شهور الأولى مسك العراق 3.5 طن من المخدرات. أول هذا مؤشر خطير أنه يوجد عرض، لكن مؤشر خطير بالمقابل مؤشر جيد أنه الأجهزة الأمنية تتمكن من مقابل مؤشر جيد من الأجهزة الأمنية قاعد تعمل ولا كيف يعني مسكت هذه أيضا المصنع اللي مسك. حقيقة الآن الحكومة يعني جادة بشكل جدي وأيضا لديها يعني مصادر جيدة وأيضا تعاون ناس للأمانة اللي كاشفين أكو تجار أو يعني ناس متعاطين
متعامله مع التجار او شبكات بهذا الموضوع، جاي تعامل مع الاجهزه الامنيه، جاي تعمل جاده بهذا العمل. لكنه نحتاج احنا، شوف مثلا البارحه على سبيل المثال كان لقاء عندي مع السفير السعودي، يمكن تكلمنا انا قبل الحلقه انه نحتاج اي دوله اللي سوت الاحكام العرفيه. نعم هسه يجي ببالي اي يعني الرئيس يمكن الفلبين اعتقد هدد باعلان احكام عرفيه وتنفيذ اعدام مباشر بالمتاجرين. الان ملك السعوديه خلينا نقول اعتبر هذا قرار عرفي. قرار عرفي نعم، حكي هو كان موجود السفير وكان موجود مسؤول يعني عندهم يعني قسم او شعبه خاصه بمكافحه المخدرات. نعم. للتنسيق ما بين الدول موجود في السفاره. زين يعني سوى هذا، سوى يعني فحص كامل، يعني قطع يعني يقطع الطرق ويسوى فحص كامل، يذهب بهم راسا الى السجون. الى السجون يذهب للسجن، هناك تبدا الفلتره، يشوف المتعاطي تو. نعم. ويشوف المدمن، وايضا يصير تحقيق بها لكشف الشبكه للوصول الى التجار. لانه بدا تفاقم الحاله بالسعوديه، ارقام يعني متزايده جدا، صدر هذا الحكم نعتبره حكم عرفي يعني نحتاج هكذا. طيب الشكر الجزيل لكم رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي الدكتور عدنان الجحاشي، أهلا بك وشكرا جزيلا لكم. سلام. سيادة النائب سلام. وشكرا جزيلا لكم مدير العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية سيادة العقيد بلال صبحي. شكرا لكم سيادة العقيد، وشكر جزيل لكم مشاهدينا. وننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا. المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان سيد نبيل الصفار، أهلا بكم سيد نبيل ضيفا كريما. وكذلك الترحيب بالممثل عن المتعاقدين على شقق بسمية سيد فرحان المكسوسي، أهلا بكم سيد فرحان. أبدأ معكم أستاذ نبيل، أزمة السكن، بدأت المشاريع لحل أزمة السكن، أزمة السكن مو مفروض تتولاها وزارة الإسكان والإعمار لحلها على الأقل؟ هذا مو المفروض واجبكم، مو واجب هيئة الاستثمار اللي هي دائما همها الاستثمار والأموال، ليش القضية ونيطت بالهيئة مو بوزارتكم؟ نعم، تحية طيبة لحضرتك وإلى ضيفك الكريم وإلى كل المشاهدين الكرام. موضوع أزمة السكن حقيقي يتطلب تضافر جميع الجهود كوزارة قطاعية يعني معنية بالسكن بالدرجة الأساسية. هي وزارة الإعمار والإسكان يعني هي تقوم بإنشاء بعض المجمعات السكنية، لكن حقيقة
ما عادت تتواكب حجم الحاجة الفعلية والكبيرة اللي محتاجها البلد لهذه الوحدات السكنية. نعم. فيما يتعلق بموضوع الاستثمار فهذا يعني هو هذا جانب آخر، يعني احنا لابد انه نسخر كل الإمكانات اللي موجودة في سبيل حل هذه الأزمة، وهذا ما التفتت إلى الحكومة صراحة، يعني من خلال تشكيل فريق برئاسة وزارة الإعمار والإسكان ضم هيئة الاستثمار في هذا الموضوع. مسألة أنه أنا أجذب القطاع الخاص والمستثمرين والمطورين هو يعني جانب رئيسي وأساسي، أنه أنا أحاول أن أستفاد من هؤلاء المطورين، أنه أنا أستفاد منهم لو أنا أفيدهم، لا أنا هسه هم هسه فايديهم كاستثمار. يعني المطورين والمستثمرين خلينا نقول المجمعات السكنية اللي موجودة حاليا اللي نشهدها الاستثمارية واللي أصبحت بأسعار خيالية كبيرة، يعني ما يستطيع المواطن البسيط، فهم اللي مستفادين على الأسعار، هم مستفادين يعني حقيقة. الدولة تعطي القاع ببلاش أو شبه بلاش، هم ما يقولون بلاش، نعم. شبه ببلاش، نعم. ومعفي من الضريبة، نعم. ومعفي من الجمارك إذا يستورد مواد البناء، صحيح. من الخارج بدون جمرك وبدون ضرائب، تسهيلات لهم يعني كبيرة، هو المستفاد مو المواطن مو الدولة. لذلك إحنا لازم هذول المستثمرين انه اني يعني اسوي فت صيغ شراكه معاهم بحيث اني ممكن ايضا ان الدوله تستفاد، وهذا ما يعني ما صار حقيقه من خلال هيئه المدن الجديده واعلان اطلاق فرص استثماريه لانشاء 5 من هذه المدن كمرحله اولى بصيغه شراكه، انه اني راح اخذ من هذا المستثمر نسبه من هذه المجمعات السكنيه اوزعها على المستحقين من الفئات المجتمعيه اللي محتاجة إلى هذه الوحدات السكنية. لا. فهذا هو ما يجري حاليا، يعني هي هاي استراتيجية جديدة اللي انتهجتها الحكومة في هذا الموضوع بالذات. نجدد الترحيب بك أستاذ فرحان الممثل والمتحدث نيابة عن المتعاقدين على شقق بسمايا قبل 3 سنين، صار لكم 3 سنين ومتعاقدين لكن ما مستلمين هاي الشقق. مشروع بسمايا يمكن مشروع أنجح، كان مشروع استثماري في العراق من 2003 حتى اليوم. المشروع في وقت الكاظمي صارت به مشاكل، في وقت سهى النجار أيضا رئيسة هيئة الاستثمار أكو مطالبات بأن تعاد شركة هنوة لبسمايا لإنجاز أعمالها، يمكن تطلب فلوس وغيرها، مو صار قرار بإعادة هنوة إلى بسمايا، وين هنوة؟ نعم أستاذ، هو هذا آخر شيء، يعني بالبداية قالوا راح يتعاقدون مع شركة سعودية في إكمال المشروع، بعدين ما صار هذا الشيء، بعدين قالوا راح نرجع نتعاقد ويا شركه هنوة لتكميل اكمال المشروع، وهذا الشيء صار طبعا، لان احنا قمنا بوقفه احتجاجيه في باب هيئه الاستثمار الوطنيه، وكان باستقبالنا رئيس هيئه الاستثمار الاستاذ حيدر مكيه، وقام باطلاعنا على هذا الشيء، قال انا يعني تعاقدت ويا شركه رئيس الهيئه الجديد، نعم، اللي بعد سهى النجار طبعا. طيب راح سهى النجار، راح الكاظمي، نفس رئيس هيئه الاستثمار الجديد قدم شيء، طاكم معلومه، والله استاذ يعني كله وعود وماكو اي شيء جديد، لان بالمناسبه انه هو مجمع البي 8 كامل، واحنا عددنا كله 600 واحد ما مستلمين بين شرقي وغربي، اللي صارت مراجعات ووقفات احتجاجية كثيرة طبعا بهذا الموضوع، انه يا بني ليش ما تسلمونا، يعني انه اكو امور مالية مترتبة من قبل الشركة الكورية هنوة على هيئة الاستثمار الوطنية ما يدي يسددوهم الفلوس، فهذا هو سبب عدم استلام المجمع البي 8 اللي هو احنا يعني المفروض احنا يعني نسكن طيب بيه. طيب تحس سر يعني كل شيء ما تعرف عنه وما حد يطيف معلومة، يعني شنو سبب هاي التأخير بتسليم يعني الوحدات السكنية للمواطنين؟ اكو مجمع كامل يقدر يسلم الى 601 قبل 3 سنين مسجلين دافعين فلوس؟ احنا دافعين استاذ ضمن هذا العقد، نعم. يعني دافعين مقدمة للمصارف صار لنا 3 سنوات، وبغض النظر انه هي المقدمه دفعنا، اكو جماعه يعني من ضمنهم اني يعني دا ندفع اقساط للمصرف واني ما مستلم الشقه، ما تدفع اقساط وانت ما مستلم؟ ما مستلم الشقه صار لي 3 سنوات، زين اني شنو ذنبي يعني؟ غير اكو مثلا حل من رئيس هيئه الاستثمار استاذ حيدر مكيه انه يلقى لنا حل، يعني صارت 3 سنوات ترى يعني لا يعني يوم ولا 3 سنوات، او احنا اغلبنا قاعدين ايجارات، زين اني قاعد ايجار وادفع اقساط وانا ما مستلم الشقه، وهذا تعرف احنا كنا رواتب دخل محدود، غير اكو فد نتيجه يعني تروح تراجع ما حد ينطيك نتيجه، يا طيب تسال. نعم استاذ، انتم موقعين عقود؟
اكيد هذه العقود موجوده. طيب عقود مو عاده اكو بها شروط جزائيه على الباع وعلى المشتري انه أكيد. في غرامه تاخيريه نعم. في حال عدم اكمال العمل او تسليمه بالعقد اكو هيك نص؟ والله استاذ اذا يعني هي بنود العقد انا يعني قريتها ماكو يعني مدى ينطوك الحق انه تقيم عليهم دعوه. يعني الحق كله لهم، ما منطين احنا كمقدمين يعني على الشقق نعم. ما منطين حق يعني. مذكور بالعقد انه ما يحق للطرف المشتري انه يرفع دعوه في حال التاخير؟ هو اللي احنا الطرف الثاني لا ما يصير ما يحق لنا. ما يصير. نعم. برايك شنو اسباب تاخير انتم مختصين يمكن مو انتم مو بالاستثمار. لا مو بالاستثمار. لكن كوزاره اسكان عندكم معلومه يعني. فقره مهمه يعني حتى الكثير من العقود اللي يعني يكون بها الجانب المستفيد هو المستثمر. ويقع الحيف الأكبر على المواطن يعني ما واضح العقود بموضوع تسليم الوحدات السكنية هذا موضوع الاستثمار حقيقة لذلك احنا قلت لك من سوينا هذا يعني نحاول نستفاد من التجارب السابقة مشروع بس ما يصح هو من المشاريع الناجحة هو كان المفروض يعني ينجز في عام 2019 بإكمال 100,000 وحدة سكنية لكن هو موضوع الشراكة بالاستثمار ما بين الدولة وما بين المطورين والشركات الخاصة يعني أيضا بمآخذ على هالموضوع لأن الدولة حالة ما تحديدا هذه المآخذ إذا عندك معلومة يا ريت تشرحها لا هو هي مبينة واضحة اللي دافعين فلوس المستلمين حتى هذه المجمعات السكنية التي يعني اللي خلينا نقول أسعارها عالية أيضا المستثمرين دا يشتغلون بفلوس الناس أنت تعطي دفعات أولية ياخذ يشتغل إذا توقفت عن تسديد الدفعات فهو أيضا يتوقف فهذا مو استثمار أكو حقيقي أكو يعني مؤشرات اكو هناك خلل في موضوع يعني نوعيه مستثمار. الاستثمار هذه مقاوله خلينا نقول بس ما يمكن كان موضوع باستثمار يختلف عن هذه المشاريع الجديده لا هو ايضا بس ما انت تدفع دفعه مقدمه ومن ثم انه تنتظر يطلع اكو فرق بين بس ما ليش بس ما يعني تم عرقلتها اجهض المشروع في أجهد. في وقت يعني الكاظمي في وقت سهى النجار مثلا لا هي مو اجهض بس هو قلت لك اليه الاستثمار أي. بهذه الطريقه أي. تحتاج انه الدوله توفر اموال ممكن انه اني انطيهم للشركه يعني الشركه هي ليش توقفت عن العمل ليش اكيد مستحقات توقفت. ماليه في هذا الموضوع بالموضوع انه نعم. قضايا العقود والاستثمار يعني اكثر من عندنا سيد يعني نبيل عندهم استحقاقات ماليه ليش على الدوله ارقلتهم ووقف العمل والتوزيع ببسمايه فعلا كان اكو دفع حتى الناس تروح تشترك وتشتري المجمعات الجديده الغاليه لا ما اعتقدنا بالعكس احنا يعني موضوع السكن وموضوع المجمعات حقيقه احنا نشجع اي وحده سكنيه تبنى في اي مكان في العراق لان احنا حاجتنا كبيره لهذا الموضوع ونتمنى انه يعني ايش قد ما نقدر نبني حتى يصير مساله العرض والطلب وبالتالي انه تنزل الوحدات السكنيه علاوه على هذا الشيء تعرف انه الكثير من الناس قاموا يتاجرون بهذا الموضوع يعني يمكن حتى مشروع بس ما الكثير يشترون اكثر من شقه في سبيل انه هو يعني يضارب بها ويتاجر بهذا الموضوع رغم انه الجانب الايجابي هذا الموضوع انه هي محدده الاسعار بمبلغ يمكن 600 دولار للمتر المربع الواحد لكن رغم ذلك هسه حاليا ما تلقي هذا السعر كلها تصير عمليات بيع وشراء يعني خارج نطاق الهيئه الوطنيه للاستثمار فموضوع انه اني اجيب مستثمر واجيب قطاع خاص انه لازم يكون هو يبني بفلوسه حقيقه يعني هذا هو الاستثمار الحقيقي لذلك احنا حتى موضوع المدن الجديده اللي اعلناها واحده من الشروط اللي تم فرضها على المستثمرين انه يقدم لنا كفاءه ماليه تايد امتلاكه 25% من قيمه المشروع ككل والمشروع هو مدينه سكنيه وليس مجمع سكني وتعرف المدينه السكنيه يعني تكلف مليارات يعني الدولارات حتى يقدر انه ينجز مدينه كامله على غرار بسمايه انه هي يعني متكاملة الخدمات حتى أنا أستطيع أن أجذب المواطن يروح يسكن في هذه الأماكن للتخفيف عن الضغط اللي حصل في المراكز سيد فرحان كان عندكم مراجعات رحتوا يمكن الهيئة الاستثمار راجعتوا بعض الدوائر شنو الخبر سمعتوا منك شنو كانت أجوبتهم أسباب هذا التأخير يعني أسباب التأخير أنه اللي افتهمنا أنه هيئة الاستثمار ما تنطي استحقاق الشركه الكوريه الجنوبيه هنوا نعم زين انا شنو ذنبي يعني اذا هي الهيئه الاستثمار ما توفر المبالغ اللي تنطيها للشركه المعاني اللي مقدم صار لي 3 سنوات شنو ذنبي يعني غير يقول لهم حل ويا الشركه على مود يعني احنا نستلم صار لنا 3 سنوات وبالمناسبه احنا من كنا نراجع جاب على هو هذا المجمع البي 8 نسألهم ونقول لهم قالوا غربي ماكو بالمناسبة أنا مقدم غربي فمن حاجة جيتهم قلت لهم أنا أريد يعني أريد أستلم بهذا المجمع البي 8 قالوا قدم طلب
من حول لك من غربي الى شرقي. قلت لهم بالمناسبه استلم، يعني اني اذا اقدم يعني غير النمط مالتي من غربي الى شرقي استلم؟ نعم. يعني اجابه غير واضحه كانت، بس على العموم اني غيرت النمط مالتي من غربي الى شرقي على ضوء طلب قدمته الى هيئه الاستثمار الوطنيه عن طريق سلسله المراجع. أيه. وتم تغيير هذا الطلب مالتي وتم تغيير العقد وهم استلمت وهماتين لحد الان ما. طيب كان نعم. سؤال اخير وجواب مقتضب، كان عندكم وقفات احتجاجيه ومظاهرات نعم اكثر من مناسبه اكثر من نعم. مكان نعم. عندكم وقفات احتجاجيه نعم. جديده؟ نعم استاذ، مثل ما بلغتك انه احنا قمنا بوقفه احتجاجيه نعم. في مجمع بسماية السكني رحنا هناك وتقريبا مرتين احتجينا، واخر احتجاج كان بباب هيئه الاستثمار الوطنيه، ويعني تم تبليغ الاستاذ حيدر مكيه رئيس هيئه الاستثمار الوطنيه انه اكو ناس واقفه بالباب وده تريد يعني تفتهم انه ليش ما يسلموهم الشقق مالتهم، وجاء الرجل صراحه استقبلنا. عندكم وقفه احتجاجيه بالمستقبل؟ تمام نعم استاذ، انه هسه حاليا تم تنظيم وقفه احتجاجيه يوم الجمعه ان شاء الله في داخل مجمع بسمايه السكني لطرح عده مواضيع، ومن ضمن هذه المواضيع موضوعنا اللي هو تاخير وتلك استلام المجمع البي 8 ان. سؤال اخير لكم نعم. سيد نبيل، ذكرت قضية أسعار الوحدات السكنية أسعار غالية كلش، لكن ليش هالموضوع متروك بيد المستثمر؟ أكو يعني مشروع عند الحكومة أنه تسيطر وتقنن قضية الأسعار؟ إيه أكيد، هو يعني لازم تكون هناك ضوابط حقيقة ولازم تكون هناك إجراءات رادعة أكبر بهذا الموضوع، رغم أنه هو قانون الاستثمار يعني يفرض على المستثمر أنه هو يقدم دراسة جدوى وتحدد الأسعار بموجب يعني ما يتم الكشف عنه والإعلان، لكن قلت لك رغم ذلك ورغم أنه هي المشاريع اللي موجودة في الوحدات السكنية اللي موجودة محددة بأسعار، لكن العرض والطلب اللي موجود بالسوق يعني يحتم على أنه يتم عمليات بيع وشراء خارج الضوابط وخارج النظام والسياقات المعمول بها. لذلك احنا هناك حتى في هذه يعني قلت لك احنا هواي تجارب مرينا بها في موضوع السكن، العقود الجديدة الخاصة بالمدن السكنية الجديدة تم فرض فقرة تعاقدية مع القطاع الخاص بعدم المضاربة بالأسعار، وسيتم تثبيت ذلك في العقد الاستثماري تلافيا لأنه يعني يتاجر بها. وذكرنا أيضا أصبحت يعني للأسف باب من باب أبواب غسيل الأموال، أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة قاموا يتاجرون بموضوع الوحدات السكنية والعقارات ويخلي يعني يشتري يعني عقارات كثيرة ويخليها هو ما محتاج لها، ليش مجرد انه هي الاسعار ده تصعد يوم بعد يوم. لذلك احنا لازم نستمر على مدى سنوات ببناء الكثير من هذه الوحدات السكنية عن طريق المدن قلنا وليس المجمعات. بناء حقيقي مو بناء على نص توقف. لا هو هسه احنا ماشيين بالعكس. طيب. احنا اربع مدن يعني سيتم احالتها الى التأخير بالمشاريع الحالية مثل السيد فرحان وال600 واحد اللي وياه بسماية وغير بسماية المجمعات المحبة وغيرها، الكثير من المجمعات متلكئه ما يسلمون، قسم يشتغل على كيف قسم ما يشتغل اصلا مشروع لك والمواطن محافظات اكو قبل ايام تظاهره وقفه احتجاجيه بكربله مجمع سكني افقي ايضا صار لهم سنتين ثلاثه ما يستلموه. اكو امل ان يتم معالجه حكوميه لهذا الموضوع؟ والله قلت لك هو يعني المفروض بالعقد الاستثماري اللي متعاقده ويا الهيئه الوطنيه للاستثمار لبناء هذه المجمعات مفروض هناك شروط يعني بموجب ما يتم العمل بهذه المجمعات، يعني اكيد لازم تكون يعني ما اعرف هو شنو الاجراء اللي يتخذوه، يعني ممكن هو اقصى اجراء يخلوه يسحب الاجازه الاستثماريه واحالته الى مستثمر اخر، وهذا بالتالي ايضا يؤدي الى تاخير للمواطنين. لذلك نحتاج الى يعني صيغ عقود جديده في موضوع الاستثمار، قلت لك وهذا ما يحصل حاليا في موضوع المدن السكنيه الجديده اللي تقوم بها وزاره الاعمار والاسكان. المتحدث باسم وزاره الاعمار والاسكان سيد نبيل صفار، شكرا لك، كنت ضيفا كريما. وشكرا جزيلا لكم الممثل عن المتعاقدين على شقق بسمايا اللي ما استلموها حتى الان من ثلاث سنوات السيد فرحان المكسوسي، شكرا لكم استاذ فرحان. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا، الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.